سواء في وسط الميدان أو في دفاع الريال. كرة مرتدة، مارسيلو من أجل تقديم الخدمة الأولى إلى كريستيانو، إلى مارسيلو. عندما تستعصي الحلول فإنها تأتي بقيادة فريق الريال، ويسجل في مرمى روبن أول الأهداف. هو من خلصها، هو من قطعها، هو من فتح الطريق. يأتي الأسيست من الدون، ورسم التوصيل يأتي إلى أقدام البرازيلي وبالقدم اليسرى. يهو، على كرة، على كرة بالقدم اليسرى للبرازيلي مارسيلو، الذي يسجل أول أهدافه الرسمية في بطولة الدوري من خلال هذا الموسم. والرجل الذي سجل هدفين في الماضية ويصنع الفارق من خلال ذلك التصدي. تعود المحاولة من جديد من كروز إلى رونالدو، تسديده. الله 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 الله, الله. سجل يا تاريخ، دون صفحاتك بأحرف من ذهب. أنتون الهداف التاريخي للريال، لحظة تاريخية يتجلى فيها صاروخ الماديرا ويسجل بالقدم اليمنى هدفه رقم 324 ليصبح رسميا الهداف التاريخي لريال مدريد، ويتجاوز عقبة اللاعب الراول. هذه الكرة، هذه المحاولة هي 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 تاريخية. استلام وهوب، لحظات التجلي وواحدة ليفربول خلال السنوات العشرين الأخيرة إلى آخر 20 سنة، وبالتالي كان حاضر بشكل مميز جدا في سيل الآن. وهدف ثالث، هدف ثالث لابن الريال، يستعيد ذاكرة التهديف مرة أخرى ويسجل هدفه الشخصي الأول، ويضع الكرة في شباك الحارس روبن ليعلن عن التقدم، عن التسجيل، عن أول أهدافه في هذا الموسم، وعن أول أهدافه منذ فترة طويلة. اللاعب الأسباني خيسيه يسجل الآن ليعطي ثالث الأهداف لمصلحة الريال. الصناعة تأتي من اللاعب البديل وبالقدم اليسرى في شباك الحارس روبن. يعلن اللاعب خيسيه عن تسجيل أول أهدافه في هذا الموسم والثالث أهداف في المدريد منذ هدفه في شهر مايو الماضي في مرمى ختافي. يعود للتسجيل الآن بعد قرابة 5 أشهر، بعد قرابة 5 أشهر يعود للتسجيل